هنعمله هيبقى اللي هو الفايش، خبز الفايش. كلمة فايش كلمة في اللغة العامية في مصر ان هو بيبقى فايش او عالي، بسبب فوشانه او ارتفاعه ان هو بيبقى دقيق مع مية محطوطين مع خميرة بيتقلبوا ويتسابوا، ودي باسمها الخميرة اللي هي بتبقى بايتة. فكمية خميرة بتستخدم فيه كتيرة. بعمل الخميرة ديت واسيبها، اتأكد ان انا بدوب الخميرة كلها هنا. ممكن احط عليها شوية صغيرين من كتير، يعني حبة صغيرين ممكن من السكر، لغاية لما ده بيكون شكل الخميرة نفسها اللي هستعملها. ناخد اتصال اثناء ما احنا بنخلط المكونات. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك أسامة؟ الحمد لله. ازيك يا سلمى؟ أسامة بدي استفسر عن طريقة الكيكة الاسفنجية. الكيكة الاسفنجية؟ ايوه. صلح ما تضبط معي. ليه؟ السبب ايه اللي بيحصل؟ ما ادري، ما ترتفع والخميرة زي كذا ما ترتفع معها. خميرة؟ بيكنج باودر. البيكنج باودر ما يرتفع معها. طيب انت جربتي تجربي ان البيكنج باودر لسه صالح للاستعمال؟ يعني ممكن تحطي عليه شويه خل صغيرين او تحطي تدوبيه في ميه. أيوة. تشوفيه بيفور. جايز يكون قديم، جايز يكون انتهى صلاحيته. فممكن تكون انت استعملتي معلقه فيها ميه وجيتي تاخدي شويه من البيكنج باودر، كل الكميه اللي عندك بتبوظ ما تنفعش تاني. فعشان تتاكدي انها يعني الوصفه صح وتاكدتي الوصفه صح، جايز البيكنج باودر مش شغال، خدي شويه من البيكنج باودر وحطي عليهم شويه صغيرين من الخل الابيض مع الميه وشوفيها اذا كانت تفور ولا لا. لو بتفور يبقى البيكنج باودر كويس. اما بالنسبه للخبز بتاعنا ما فيهوش بيكنج باودر لكن في خميره، والخميره اللي انا قلت عليها هي خميره بايته، بتبقى حوالي كوبايه ونص لما بحط الدقيق وبحط الخميره نفسها وبحطهم كلهم وبخلطهم. اما العجينه بحط المكونات الجافه، بحط كركم بيديله لون اصفر وبحط معاها شويه من الملح، وكمان بحط خميره تانية، يعني مش بكتفي بالخميره ديت، وممكن كمان استعمل سمسم. ده كله بيدخل جوه العجينه، بحط كل المكونات ديت على اساس استعملها جوه العجينه. فنيجي هنا نحطها هنا، نخلط كل المكونات دي مع بعض، بحط العجينه ديت وبحط الخميره اللي هي البيته، بتبقى زي ما احنا شايفين تبقى شبه سائل، فده جزء من المكونات اللي بستعملها. وبحط شويه سمنه كدهن، سمنه اللي هو المسله اللي هو بيكون خالي من الميه، وهندوبها هنا. واثناء ما احنا بنخلطها هزود الميه ونقول لكم كمان على المقادير، بس ده هيكون الخبز النوع الثاني غير الاولاني. الاولاني كان الخبز اللي هو احنا اتفقنا عليه اللي هو الشمسي، دوت هنوريكم اللي هو الفعيش. هحط هنا الميه بضيفها بتدريج وبسيبها على اساس تتخمر، وكمان في نفس الوقت الخميره اللي عملتها ممكن تكون نصها قبلها، يعني عاملها قبلها وسايبها مثلا قبلها بساعتين ثلاث ساعات، وبحطها اضيفها اللي هي كوبايه ونص، والكوبايه ونص بحطها من الخميره اللي هي فيها ميه ودقيق، بحط عليها ثلاثة ونص كوبايه من الدقيق الاسمر، وممكن استعمل دقيق ابيض عادي مع كوبايه ونص من الميه، تفضل انها تكون دافيه، مع معلقه كبيره من الخميره زائد الخميره الاولانيه، ومع دول بحط نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الملح. ده كان اللي هو الشمسي. اما بالنسبه للفايش، 3.5 كوبايه من الدقيق مع معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه صغيره من الملح، وكوبايه وربع من الميه الدافيه زائد نص كوبايه حليب، وكركم بحط حوالي معلقه على اساس يديله لون، وبضيف هنا هو شويه حليب، نضيف عليها الحليب نوت لغايه لما ديت تتعجن. يعني تبقى الموضوع دوت بياخد حوالي 10 دقائق في العجانه، او ممكن اعجنه بايدي عبال ما يتعجن ويتماسك دوت، ويكون كمان الخبز الشمسي شبه استوى. نكون رجعنا لكم ونكمل ونشوف هنقدمه مع ايه بعد ما نرجع. بالسلامه ان شاء الله، ونشوفكم على خير. دلوقتي عملنا نوعين من الخبز، وكان رد على ريهام اللي هي طلبتهم ايام رمضان، وطلبت اللي هو الخبز الشمس وعملناه وحطيناه في الفرن. بس اهم حاجه التخمير. وقبل ما نروح الفاصل عملت النوع الثاني اللي هو الفايش، اللي هو لونه مصفر من الكركم. كميه الكركم اللي حطيتها فيها كانت كافيه، ومعاها سمسم، وكمان كان فيه خميره بايته اللي هي بحط الخميره سيبها تتخمر وبعدين بضيفها، وبشكله بنفس الشيء. لو انا عايز اعمله كقرص يعني كرغيف اعمله بالطريقه ديت، وبالنشابه او بايدي بضغط لغايه لما اعملها، او بجيب النشابه وافردها، او بتاكد ان هو مدور بالفكره ديت. دي كانت الاخت ام محمود عملته لنا، وبعتت لنا كمان، يعني بعتت لنا الرغيف، مش بعتت لنا بس المقادير، بعت لنا الرغيف عشان ندوقه، وهي من الصعيد وموجوده هنا في دبي، وبنشكرها اصلا على الوصفه اللي هي الناجحه ديت، والخبز اللي بعتته كنا معاه جبنه. بعد ما بسيبه اتاكد ان هو بيتساب مره كمان زي التاني عشان يتخمر. نفس الفكره بيتحطوا الاثنين، يعني بسيبه طبعا دوت اكبر شويه، انا يعني كنت حاطط كميه عامل ده اصغر
وده اكبر العكس، لكن في الحالتين لازم اسيبه لغايه لما يتخمر. ده بيدخل في فرن حرارته بتكون اهدى شويه، يعني ممكن ده يوصل 150-160 درجه. التاني ممكن احطه على 200 او بعمله في الفرن زي فرن البيتزا، يبقى في اختلاف في الاثنين، لكن ما برشش عليهم حاجه، ما اعملش فيهم حاجه. يبقى انا عندي الخبز دوت اللي هو اسمه الفايش، والفكره فيه كمان بيتعمل بطريقه تانية ظريفه، ان انا ممكن بعد ما بطلعهم استعمله بطريقه تانية، بحيث ان هو بعد ما بيستوي ده الخبز اذا كان مدور او اذا كان عامله بالطريقه ديت بجيبه هنا، وممكن اقطعه زي فكره البسكاتي الايطالي. يعني ايه؟ باجي واقطعه بالطول، يعني بجيب الخبز واقطعه كده هو قطع بالطول، وعشان كده احنا عملناه بطريقتين. وبعد ما بيتقطع باخد ده واحطه في قلب صاج، يعني باخده احطه في قلب صاج وادخله الفرن تاني على نار يعني بتكون هاديه عشان انشفه، بيبقى عايزه يتنشف. نيجي هنا اما بقطعه بالنص اخليه صحيح زي ما هو، وده بيكون الفكره بتاعته اللي هو بعدين بيبقى زي فكره البقسماط، يعني بعد ما بعمله بيبقى ناشف. يعني دوت ممكن يتقدم او يتاكل كدوت، او ممكن اقدمه مع حاجه او ادهنه واعمله زي فكره البروسكيت، اقطع عليه قطع طماطم او احطه حتى جنب جبنه. وانا عندي هنا شويه من الجبنه الزيتون، احط هنا شويه من الخبز ده هنا اهو، احطهم بالطريقه ديت وشويه زيت زيتون معاهم، على اساس ده ممكن يتقدم جنب الوجبات. شويه صغيرين هنا من زيت الزيتون مع زيتون وطماطم، وبيكون سهل طريقه تقديمه. ممكن معاش.